بداية سريعة في الكونكتف تيشو ده، لازم يبقى عندنا اويرنس عالي جدا 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 بالمواضيع دي. على فكرة احنا ما بنتحملش مسؤولية المانجمنت كاملة فيك، لكن غالبا احنا اللي بنديك الحالات، يعني احنا اللي بنديك اب حالة وبنقدمها تقريبا على طبق من ذهب لبقية زمايلنا في المالتي ديسيبلينري تيم ابروتش. يعني المفروض انا وبتاع البطن وبتاع الروماتولوجي مع بعض في منطقة واحدة في علاج هذه الأمراض. بس أشطر ناس فعلا بيك أب الحالات هو واحد، علشان الفريكونسي بتاع الساينز والسيمبتومز عندنا أكتر كتير في البداية. فبالتالي إحنا في حاجات بتبقى بتاعتنا لوحدها في الدايجنوزس والمانجمنت، وفي حاجات بتاعتنا في الدايجنوزس وبارشيال مانجمنت، والمانجمنت بتاعتها هتبقى مع بقية أفراد التيم. هنبتدي في الترم ده، احنا عايزين بس شوية مفاهيم أو اصطلاحات نحطها في بالنا. حتة روماتيك ديزيزز ولا كولاجين ديزيزز ولا كونكتيف تيشو ديزيزز، ويتش اوف ويتش هو أنهي اسم أدق، أنهي اسم أعم وأشمل؟ بشكل عام كلمة روماتيزم أو روماتيك ديزيزز معناها أمبريلا تشتمل أو تندرج تحتها كل الأمراض اللي معاها أرثرايتس أو أرثرايتس. خلاص؟ دي نمرة واحد. ولكن احنا بنلقي نقرا مثلا كتاب فيتسباتريك او حاجه، ممكن يقول لك على الشابتر ده او على مجموعه الامراض دي كولاجين ديزيز. يا ترى الاسم ده صحيح من وجهه نظرنا؟ ناقش كده. الاسم ده صحيح، يعني لو جيت انا قلت على اللوبس اتس وان اوف كولاجين ديزوردرز، الكلام ده صح؟ هو ده اصطلاح، بس الكلام ده غلط طبعا. ليه؟ لان الكولاجين ديزوردرز مش هي دي. الكولاجين ديزوردرز اللي هي حاجه زي الهيبوثالاموس سندروم او الامراض اللي فيها ان الكولاجين نفسه جينيتيكلي بايظ. ممكن بارشيال في اكوايرد كولاجين افكشن في الامراض دي صحيح، وعلشان كده بيسموها كولاجين ديزيز. لكن لو جينا بقى للاصطلاح الدقيق الكلام ده مش منضبط 100%. طيب ايه رايكم في الاسم ده اللي هو روماتيك ديزيزز؟ الاسم ده صحيح لمجموعه الامراض دي، لان كلها او اغلبها غالبا نقول 99% منها غالبا بيبقى معاها ارثرايتس او ارثرايتس. الاسم الثالث والادق والاصح واللي المفروض كلنا بقى نمشي عليه هو ده اورتوبيميال كونكتيف تيشو ديزيز، لان اسم تفصيل خلاص. المجموعه دي غالبا الباثوجينيسيس فيها اوتوميونيتي كونكتيف تيشو ديزوردرز، لان فعلا اللي بينضرب او اللي بيحصل فيه مشكله هو الكونكتيف تيشو، على اختلاف وجوده بقى في السكن في الارت في الاند في الرينال في السي ان اس زي ما يطلع. ده بس اصطلاحات كده دردشه خفيفه. هنبتدي باول حاجه اللوبس، وانا حبيت احط العنوان ده تقول في اتاك. هو في الحقيقه اللوبس باللاتيني يعني زئب، او المرض المتعلق بالزئب. هو الكلام ده كان اصطلاحا بدا تسجيل الامراض في نهايه العصور المظلمه او دارك ايجز او العصور اللي هي كانت في اوروبا، يعني كان في شويه افكار عجيبه كده عندهم. فكانوا بيعتقدوا ان المريض اللي هو زي دي اتفضل على السلامه دكتور صار المريض اللي زي ده عنده مرض راش، او مجموعه الشباب او البنات اللي بدا يظهر لهم لوبس كانوا بيعتقدوا ان المريض ده عضو دي. خلاص هو اعتقدوه كده، فبداوا يقولوا خلاص اتس لوبس. فبالتالي الاصطلاح ده ظهر من وقتها، وانتم عارفين بقى في الطب لما حاجه بتطلع بنكمل عليها ما بتبقاش اسم. فهي دي الفكره، ليه تسمى لوبس؟ طبعا احنا علشان نفهم الموضوع شويه انا حاطط الرسم دي. الدي ال اي اللي هو ديسكويت الدي اي والسيستميك لوبس اريثماتوزس والسب اكيوت كيدني. طيب انا حطيت رسمه كمان علشان اتصور اكتر ونتعمق اكتر في ال ال اي اللي هي رسمه الاهرامات الثلاثه. ولكم ان تتخيلوا ان احنا عندنا الصغير ده اللي هو الهرم الصغير، اعتبره ان ده بسكويت اللي بيجي. انت عندك مرض بيورلي كيوتينس ما بيأثرش على اعضاء جسمك في شيء، تقريبا ملوش سيرولوجي، حاجه حميده جدا. بس الدماين بول بتاعه او الحاجه الصغيره او اللي نقدر نقول عليها الدماين بول هو الديسكويت اللي بيجي، هتبدا تتصاعد الامور معايا وادخل في واتس كول سب اكيوت ان اي. السب اكيوت ان اي يجيب الجلد بس بيبدا ياخد معاه شويه حاجات سيستميك، يبدا يجيب لي جوينت وممكن يجيب لي حاجات تانية في السيرولوجي. فابدا لو عملت سيرولوجي
هلاقي حاجات بتبدأ تبوظ معايا، يبقى ده في الحاجة أكبر شوية لحد ما نوصل للوحش الكبير بقى. دي مرحلة الوحش السيستميك ام اي. السيستميك ام اي احنا بنشخصه، بنساعد في علاجه لكن ما بنعالجوش. هتدخل معاك زي ما قلنا الانترنس اربطنا، هتدخل معاك باراماتولوجي، هتدخل معاك بقية التخصصات على حسب اللي دي ده هيبقى فيه. فبنبدأ نشوف المالتي ديسيبلينري تيم ابروتش والعاتق الكبير على معاليك في التشخيص. فاحنا غالبا ما بنفوتش حالك، الدكتور الشاطر الجلدية ما بيفوتش حالك، بيضبط الحالة وبيبدأ يمشي معاها وبيبدأ يبقى عنده اللي هو بيسموه الاندكس اوف سسبشن عالي جدا. على عكس بقية التخصصات بيتوهوا شوية وممكن يشخصوه ليت. أما يدخل بقى في ال اي نفرايتس أو يدخل في ال اي سايكوزس أو يدخل في ال اي هيمبليجيا أو كوادربليجيا بيبقى الحالة تقريبا انتهت. طيب لو احنا فكرنا كده معايا، أنا بحب أفكر شوية شوية فلسفة طبية يعني. يعني ممكن بعض الناس يعتبروها فلسفة. طب طالما أخونا ده الصغير ده بتاع جد بس وما لوش سيرولوجي وما بيجيبش سي ان اس ولا بيجيب رين ولا بيضرب حاجه في اي حاجه جوه، انا حاطه ليه وناس وليه في النوبس؟ يعني انا ليه حاطه في النوبس؟ طب ما هو راجل بتاع سكن بس، ليه ما فصلتش المرض ده وعملته انتيتي لوحدها ومرض لوحده بعيد عن النوبس وسميه اي حاجه بقى؟ ليه لازمه في النوبس كده؟ الطريق بتاع الوصول ما تغششش كده. أول حاجة سكويل اللي والسيستميك اللي والسابق يود اللي بصولش بتاعهم واحد، إذن هما تحت الميكروسكوب وتحت المكهر ومشي واحد، فأنا لازم أحطه تبع النظر حتى لو هو حاجة حميدة وحاجة قد كده أو تيجي في الوش وخلاص ويعني بتعمل تسفيقة من التنتهية. ده أول سبب. تاني سبب كلينيكا من 5% أيوة سكويل اللي ميت تيرن تو سيستميك، خلاص وممكن يبقى حاجه صغيره وربنا يبارك فيه كده ويطلع بحاجه كبيره يجي لي في مرحله الوحش دي. خلاص ادي السبب الثاني. السبب الثاني سيرولوجي. لا لا سيبك من السيرولوجي، هم 5% من عندهم سيستميك اي اصلا بيكون عندهم سيرولوجي. ده السبب الثالث بقى، ان انا كسيستميك ال اي ميجي مانيفستد باي كرونيك ديسبويد ال اي. خلاص يبقى هما ثلاث حاجات في المايك. ليه انا ما بفصلش الديسبويد ال اي ده كمرض لوحده؟ ليه ما بعتبروش حاجة كده زي الليمفوسيتك انفلتريت اوف جيسلر؟ يعني ليه ما بحطوش حاجة زي سودر انفوم؟ ليه هو يعني لازقه في ال اي؟ اولا الباثولوجي بتاعه واحد، فعلشان كده انا لما تحت الميكروسكوب بشوف بقول لي حالة ال اي تطلع ديسكويد تطلع سب اكيوت تطلع سيستميك اكوردنج تو ذا كلينيكال واكوردنج تو ذا سيرولوجي. يعني بيبقى فيه كلينيكال باثولوجيكال كورليشن. دي اول حاجة. تاني حاجة ان هو ماي تيرن انتو سيستميك ال اي، يعني هو 5% من الحالات ممكن تقلب لا قدر الله ولا سمح للسيستميك. ثالث حاجه ان السيستميك ده نفسه ماي بريزنت باي ديسكويد، فبالتالي انا ادبيا واخلاقيا وعلميا وكل حاجه لما اقابل حاله ديسكويد ال اي هكمل معاها للاخر في الهيستوري في الاكزامينشن في السيرولوجي، لاحسن تكون سيستميك ال اي ومستخبيه على هيئه ديسكويد. دي حته بس يعني حبيت يعني نتكلم فيها وحبيت احط رسم التوضيح ده هو سيم ولا ديفرنت. ودي الاسباب اللي كانت لما نيجي بقى للديسكويد ال اي فقلنا ان ده في ناين ديزيز بيورلي انفلاماتوري كونتينس وكاركترايزد بالحاجات دي. سيبك من السلايد خش معايا هنا، لازم نبقى عارفين علشان نتوقع في المرضى. هو بيجي طبعا في العقد الرابع من العمر، بيجي اكتر في الفيميل، كل حقيقة الأوتو أوتو ديسوردرز الفيميل أكتر بس بنسب هنا في واحد يعني نسبة مش عالية لدرجة إن بعض الكونفرنس يعني كلين ذات إن الميلز أكتر من الفيميل. أنا قريتها في بعض الكتب بس لا أغلب الكتب بتصر إن الفيميل لا كل واحد الفيميل أعلى برضه لكن مش النسبة العليا قوي زي السيستميك اللي هي بتوصل لتسعة لواحد بعض الناس بيقولوا 14 لواحد وحاجات كده. الأفريكان أمريكانز والأفرو كاريبيان يعني نيجي في العرق الغامق شوية أكتر ويبقى مور ديستركتيف والسيكولي بتاعته بتبقى عنيفة شوية. طب زي ايه؟ ايه اللي بيجي في الافريكان امريكان وبيبقى عنيف مزعج؟ الساركويدوزس دي حاجة من الحاجات احنا بنحاول نربط الدنيا بعضها. الساركويدوزس زي ما قالت زميلتنا الدكتورة سارة بريدسبوزنج فاكتور في عقيدة هما دول ترو
تروما انفكشن ستريس دارتس ابرا فايروسز ان اكسسبريشن كل ده مكتوب في البري ديسموسنج فاكتورز اللي ممكن تاهل لحدوث الكرونيك ديستروفي. نيجي بقى للبريزنتيشن, نيجي للكلينيك. احنا ناس كلينيش وده اللي بيميزنا عن بتاع البطن. بتاع البطن اي حاجه عنده حمراء اي حاجه عنده قش, فمش كل حاجه بقى هيقعد هيتوب, لكن احنا عندنا مواصفات للراشده فلازم نبقى بشكل عام الديسويد ان اي ماي بريزنت لوكالايزد, وده 90% من الحالات او اكثر من 90% او نقدر نقول الكلاسيك بريزنتيشن. وممكن يبقى ديسيمينيتد, والديسيمينيتد ده يعني مش هيشوف غير الحريف او اللي عارف الموضوع علشان يقدر فينش الدايجنوستس اللي ممكن يهرب مننا زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي. فاللوكالايزد فيه خمس جمل لازم نحفظها, صم تتحفظ كيب ان مايند مش هننساها, دول well defined erythematous patch or plague. يعني ممكن نشوف عيالي مجرد patch, لو هي ليد شوية هتبقى plague well defined. تاني حاجة هتلاقي adherent scales, لما تيجي تعمل removal من adherent scales هتبدأ تشوف ال 10 tag sign أو what's called the stippling اللي هو follicular hyperkeratosis اللي هيبقى واضح بالعين أو العدسة أو حتى بالدرموسكوب. يعني بالدرموسكوب هيساعدك جدا to detect such sign. التيننجكتيزيا والسكارينج a little bit late presentation. يعني أنا مش هستنى حدوث الخمسة برضه, أنا لو لقيت أول ثلاثة دول ده كتر خير الدنيا, لازم أكمل مع الحالة أقول الله أصلا ما فيهاش تيننجكتيزيا ما فيهاش سكارينج, لا الكلام ده هيحصل ليت. لكن بشكل عام هم دول الخمسة كريتيريا بتوع الكلاسيك presentation بالسكارينج اللي هي لازم أحفظهم الصامن, ما ينفعش أغلط فيهم. طيب ومال ايه السيمينيت؟ طبعا دي حالة, يعني الحالة دي هتلاقي فيها خمسة دي ويل ديفايند اتروفيك بيك, يعني دي ريبريزنتيشن شوية الاتروفيك وضع في السنتر لسه في سكيلز هنا. لو في ماجنيفاينج لينس هتشوف الستيبلينج او الفوليكولار كيراتوزيس, التيننجكتيزيا يمكن بالترموسكوب تجيبها اكتر. الحالة دي في النوز مش هتاخد الكريتيريا الكاملة برضه, فبالتالي احنا بنقول اه في خمسة كريتيريا بس بنلقط على قد ما نقدر. خلي بالكم السكارينج هنا بياخد كذا شكل, ممكن يبقى كريبري فور زي الحاله دي, ممكن يبقى مخفض او ممكن يبقى هايبرتروفيك. يعني السكارينج ملوش شكل, يا اتروفي يا هايبرتروفيك يا كريبري فور. طيب البيجمنتيشن بصوا بقى, كان في حالات اتعرضت شفتها في الامريكان جورنال الحاجات دي, بيعرضوا الحالات دي والناس بتغلط فيها احيانا, اقول لك ده بيتالي من كتر اليوكوديرما اللي بتبقى واضحه في الناس الدارك بيبل. يعني اليوكوديرما بتيجي مع حالات الديسكويد ان اي, ممكن يحصل بيرن اوت ليجن, ليجن يتاكل تماما ما تبقاش منه الا اليوكوديرما وشويه سكارنج خفيف, ويحصل له ميس دايجنوزس از بتلك. وكان في حالات اتعرضت بالمنظر ده. الفاريانت بقى احنا ممكن نسمع عن حاجه اسمها ال اي تيوميدس او تيوميد ال اي, ممكن توبالوزيشيا لايك, ممكن يبقى تيننجكتاتي فول, يعني تيننجكتيزيا هي اللي واضحة أكثر. ديت فاريانس ما نشوفهاش كتير لكن لازم نوضح كيب ان مايند علشان نقدر نوضح. طيب احنا كده خلصنا من اللوكالايز او الكلاسيك او اللي من الاخر ما ينفعش ولا نبقاش عارفينه, خلصنا منها خلاص بقى كوبي بيست حطيناها في دماغنا تمام. امال ايه بقى الديسيمينيتد ده؟ اساتذتنا هنا بيقولوا طالما الليجن عدى حاجز النك, يعني لقيته هنا في البيكس وانت نازل في التشيست في الارض في الترانك, انت بتتكلم على حاجه ثانيه اسمها ديسيمينيتد ديسكويد ليك. مش معنى ديسيمينيتد ان هو يبقى كتير, لا ديسيمينيتد ان هو مش هيجي في السايز بوز ده قوي اللي هي الهيد اند نيك, مجرد ما عدى حاجز النيك نزل في الترانك غالبا بياخد الترم ده. طب انا علشان يعني اميز الديسيمينيتد ده مش هتلاقي غير ثلاث جمل دول, غالبا بتيجي في الومن, احنا اتفقنا ان هو اعلى في الومن بالنسبه لكل واحد بس ربطوها بالسموك. بتيجي في الترانك واللمس زي ما لسه قايل, يعني ما بتلاقيهاش في الفيس او في السكان, وتبقى ريسيستنت للثيرابي. هي دي بقى الحاجه المهمه, غالبا الديسيبليت الفورم ده بيبقى معادل في العلاج وبيبقى كمان جريد ليميتيتور زي ما هنشوف دلوقتي, يعني مش زي الكلاسيك بياخد اشكال مختلفه شويه. ياخد نعم؟ ما فيش في الفيس ولا في السكان نادرة. الديسيبليت الفورم ده يطلق على الحاجات اللي تيجي في الترانك
والاكستنسز. حتى لو لقيتها صور يعني حتى لو لقيتها واحدة او اثنين خلاص بنقول عليها ديسيميشن، لكن في الاغلب بتلاقيها اكتر من ديشن زي ما هنشوف. فبالتالي هو جريت ايميتيتور وبيبقى دايجنوستيك تشالنج، يعني علشان اشخص كيس ديسيميت سكويد ام اي الموضوع ده يعني عايز واحد كده عنده زي ما قلنا اندكس اوف سسبشن عالي شويه. طيب ليه بقى؟ لانه بيشبه السورايسيس جدا، يعني ممكن يبقى سورايسي فور لايك وممكن يشبه اللايك يلخبطك مع اللايك. وياما حالات هنا في الاوضه دي على طول ما كلينيكال لايكن ونروح ناخدها باثولوجي نتفاجئ ان هي ديسكويت او ال اي يعني تحت كده اللي معانا في الليله نلاقيها ال اي بسهوله كده يعني نوع مود لايكن وكل يشوف لك اه ده لايكن اهو باثولوجي ال اي. ممكن تشبه البرايبو، ممكن تشبه تلاقيها مجرد ريتيكوليت للانجكتيزيا ودي بتبقى حالات شويه اسمها لوبس ريتيكوليتوزس للانجكتوز. ممكن تلاقيها تشبه البانيكولايتس، ممكن تشبه في انيلار فاريانت كمان لو اسم كده لوبس ريتيكوليتوزس جايراتس ريبينس. الحاجات دي نادره شويه بس قلنا نكتبها بالمره. بص كده مين يشوف الحاله دي ويقول عليها ايه دي اكزامبل. اللي يقول عليه ان ده يعني واحد عنده سسبشن عالي قوي يعني لكن هي كلينيكال مش ان دي خالص. لا ملوش علاقه بالبنكسي، هو مجرد علشان شبه الانسيما جيراتا بليبنز تماما كلينيكال وهم حطوها لكن ليه ملوش علاقه بالبنكسي. هي ممكن تمشي مع تشيبلين لكن كلينيكالي انت ممكن تشوفها تقول عليها اكزيما، ممكن تقول عليها سورايسيس خصوصا ان هي بتبقى سكيلي وبريتيني داس. يعني الانيولار فاريانت اهو اللي لسه اتكلمنا عليها في الفصال اللي هو اللوبس الكيماتوسس جايلاتس الهنس شبه الهرتيما جايلاتس الهنس بالظبط، يعني كلينيكالي شبهها قوي بس مش هي ومش بارانيوبلاستيك. طيب وايه كمان؟ كل ده في الديسيمينيت فانيكولايتس لايك اهو شبه الفانيكولايتس تمام وتطلع ديسيمينيتد فورم اوف ديسكويتيك. استنى والله البرزنتيشن الاولانيه دي الاولانيه اه لا بالعكس احنا بنقول ديسيمينيتد غالبا ما بتجيش في الفيس ولا في السكان غالبا بتيجي بره. ده يعني بص دايما ارسم لي خط كده كل ما دونه ده ديسيمينيتد ترانك بقى اكستريميتيز في البالم والصول زي ما هنشوف دلوقتي لكن ما بتجيش في الفيس والسكان قوي. ممكن تبقى سورايسيس يعني الحاله دي كلينيكال كده لو شفناها هنقول عليها سورايسيس او يعني ويل سيركمسكرايبد ليك وعليها سيلفر سكيلز يعني سورايسيس لكن تتفاجئ بالهيستوباثولوجي ان هو ال بي ورتي يعني ممكن يشبه الروكا شايفين عامل ازاي ويطلع ال بي. فبالتالي احنا كده خلصنا البريديسبوزنج فاكتور خلصنا الكلينيكال بريزنتيشن. ممكن اسال؟ لا صوتي بقى نشغل المايك ولا كده تاني اهو مش عارف انتوا سامعين كويس ولا نشغل المايك؟ لو احتاجناها نقول لك بس الديفرنشال دايجنوزس عندي بقى حاجه الديفرنشال دايجنوزس هو المعروف انها غالبا بيبقى في دماغ اي حد متمرس شويه اول ما بيشوف حاله زي دي لازم يكون ده ديفرنشال علشان حتى لما يبعت ريبورت للباثولوجيست الباثولوجي بقى هو اللي غالبا بيسرع لنا كتير. طبعا مش بقول عايزها بقى كده يعني مش عايزها بقى كده يعني الصبع عباره عن ديفينس ليشنز بس معاه الفالجيا ومعاه حاجات بوزيتيف في السرعه وغالبا الفئه العمريه كمان مختلفه شويه زي ما هنشوف دلوقتي. لكن طبعا من حقك يعني لما نشوف حاله زي دي احنا هنمشي معاها للاخر فهي ممكن تبقى بارت من سيستميك اللي هي كمان يعني زي ما قلنا ثلاث ناخد هيستوري نعمل اكزامينشن ونعمل سيرش. طيب الهيستوباثولوجي ده الكلام اللي مكتوب في الكتب اللي مش هتلاقي اغلس منه بس احنا عايزين نفهمه. هتقعد تسمع القصه دي وتقعد تحفظها وبعدين تيجي تنساها وتيجي تتلخبط مع اللايكن واللايكن فيه ايه؟ طب يا ترى الجلسينا مالتيفورمي كانت بتعمل ايه؟ واللايكن هو مين اللي كان فيه ديسكراتيوزس ومين اللي كان فيه ميوسين؟ هتتلخبط شويه. فاحنا عايزين ننسى الموضوع ده ما بحبش الطريقه السرديه نفهمها مع بعض.
احنا عندنا مجموعه في الباثولوجي اللي بيفتح اي كتاب باثولوجي بيفتح ويدون بيفتح ليفر بيفتح اي حاجه هيلاقي الموضوع ده شابتر قد كده اسمه انترفيس ديرماتايتس. خلاص يعني ايه انترفيس ديرماتايتس؟ يعني وجود ثلاث حقائق هتشوفها بعينك تحت الميكروسكوب. ثلاث حاجات هتشوفهم هتقول دي this is a case of interface dermatitis. تطلع بقى LE, تطلع لايكن, تطلع graft versus host, تطلع زي ما تطلع زي ما نتكلم دلوقتي, بس على الاقل تقول ده interface dermatitis. خلاص طب ليه بقى اللي هشوفه يعني تحت الميكروسكوب؟ اول حاجه هتشوف ده الفاكولر alteration في البيزن سيل بيت او الهيدروبيك ريجينريشن في البيزن كولامنر سيلز. هتبدأ تشوف الخلايا دي الى حد ما شويه ثابته فيها بالونين واضحه تحت عينك وخلاص. يبقى دي اول حقيقه هتشوفها بعينك تحت الميكروسكوب. طيب وبعدين تاني حقيقه هنشوفها هو ده الباند لايك انفيلتر. اسمحوا لي اقول عليه باند دلوقتي بس عشان نوصل مع بعض, لكن هو ممكن ما يبقاش باند يعني بس ما علينا. هيبقى الباند لايك انفيلتر موجود, هبدا الاقي خلايا نقاط زرقاء كده موجوده في اعلى الدرمس وتحت الابيدرمس على طول. دي تاني حقيقه. يبقى اول حاجه معايا, تاني حاجه معايا. طيب تالت حاجه بقى هبدا الاقي الخلايا الحمراء دي يا فوق يا تحت. خلايا واخده صبغه زياده شويه اللي احنا بنسميها الافوتوتيك كيراتينوسايتس او الديسكراتوتيك كيراتينوسايتس او هنسميها سيفات فوتس او زي ما تسميه اي حاجه, هو كلها مصطلحات لشيء واحد. يبقى هنبدا نلاقي النقط الحمراء دي يا فوق يا تقع منك وتنزل تحت في الدرمس او في الابيدرمس. يبقى الثلاث حقائق دول لو انا قدرت اشوفهم بعين تحت الميكروسكوب انا بتعامل مع انتر فيس درماتايتس. خلاص كده تمام. طيب بعد كده ايه بقى اللي ممكن تشوفه تاني؟ شوف انا سطرت لكم الابيدرمس خالص, يعني ممكن يحصل سكندري تشينجز. يبقى الثلاث حاجات دول هم البرايمري تشينجز اللي موجوده في اي حاله انترفيس درماتايتس. بعد كده لما الاصابه تبقى بقى لها شهور وتيجي لحضرتك تاخد منها عينه ممكن تتفاجئ ان الابيدرمس بدا يبقى حصل فيه اتروفي, فده بيسموه سكندري تشينجز. كمان انا هنا رسمت لك الدرمس عمال يتشقلب كيان, والله بقى حصل فيه كولاجين زياده, حصل فيه مورفيوفورم ابييرنس ماشي, حصل فيه ميوسين ديبوزيشن ماشي, حصل فيه زي ما يحصل. يبقى كل ده برضو اسمها سكندري تشينجز. لن تغير شيء في وجود الثلاث حاجات دول, لازم تجيبهم. لو ما جبتش الثلاثه يبقى انت مش مع حاله انترفيس للمطاطس, لازم الثلاثه. طيب علشان كده هنرجع نقسم الانترفيس للمطاطس ده لحاجتين كبار اكوردنج تو ذا انفلترت. انا قلت لكم هستمحيكم عذرا ونطلق عليه يعني بس كده نقول باند انفلترت, لكن هو ممكن ما يبقاش باند, امال ممكن يبقى ايه؟ طيب بصوا للمنظر ده, احنا مش اتفقنا ان هو ده الفاكولار ابريشن اللي هنشوفه بعينينا في البيزال سيليا؟ طيب وبعدين هيجي باند انفلتر. طب بزمنته لو جه باند انفلتر انا هشوف فاكولار ابريشن ما هو غطى عليها, ده انا هشوفه حاجه بسيطه لا تذكر, والباند من كتر كثافه الانفلاماتوري انفلتر هيغطى عليها. خلاص فعلشان كده اصطلاحا بداوا يقولوا والله يا عم الحاج ده انت عندك لايكينويد سبسيت of interface dermatitis. This means that there is a strong band inflammatory infiltrate had obscured dermo epidermal junction. صح مش بنقراها في الكتب كده, بقول لك obscured يعني بتغطيها ما بنشوفش حاجه قوي يعني. الخبير بقى زي استاذنا الدكتور حسين او ناس الباثولوجيست بيقطها كده واحنا مش شايفين حاجه, نقول له يا بيقول لك اهي اهي هو بيشوف ده او الاجزاء في الريت ريتشز اللي طالعه نازله بيقطها, يقول لك في فاكر التريشن بس الباند مغطيه. يبقى ده احنا مع لايكينويد سبسيت او لايكينويد فاريانت اوف انترفيس ديرماتايتس اللي هو على راسهم اللايكين بلانس. خلاص طيب لو انا شفت الفاكولار ارتيشن والانفلاماتوري انفنتك ما جاش باند لايك او ما جاش كثيف او ما جاش شريطه زرقاء زي كده وجالي متفرق ومتباعد, يبقى انا اكيد هشوف الفاكولار واضح جدا. يبقى انا عشان كده هسميه فاكولار subset of interface dermatitis. يبقى خلاص دي vacular subset. ليه؟ لان vacular alteration هي الحقيقه الواضحه جدا تحت عين حضرتك في الميكروسكوب. خلاص
ومن حقي كمان في بعض الكتب بيسموها بيري فاسكولر سبسيت، لان هما ما بيعتبروش ده باند، يعني بيعتبروا ان هنا او في النقط دي كده ان هنا في بلاد فيزل يعني صغير وحواليه الانفلامات بينفلفل، فيقول لك فيري فاسكولر سبسيت اوف انترفيس ده خلاص. يبقى ده او ده كلها اصطلاحات، لكن احنا بس نبقى فاهمين الدنيا ماشيه ازاي. خلاص نعم سميها يعني كلامس او بانشز اوف انترفيس، بس مش هتبقى باند يعني زي ما احنا شفنا. طيب فاللايكينويد على رسوم اللايكين بلانس وهتبص ده يعني اللايكين سترايتس اللايكينويد دايركت اوبشن كده الفاكتور على رسوم اللي هو الجي دي علشان كده الحقائق هي مش 100% يعني مش هتلاقي باند يعني قوي او هتلاقي فاكتور او ممكن تلاقي ما بين بين علشان كده في اوفرلاب كبير حتى في الهيستوباثولوجي وتيجي حالات ما بنبقاش عارفين ده ايه اللي ايه ولا لايكين والراجل الخبير بتاع باثولوجي هو اللي سجست بس ما يقدرش يحلف بالله لو يحلف بالله لازم يعمل لنا ايه ان هو لميرو فلوريسنس لكن بتبقى الحالات الى حد كبير فيها برضه تباين ويمكن حتى في الكلينيكال نفسه بيقول لك في ان هي لايكن اوفر ذات سندروم. طيب احنا قلنا عايزين نفهم مش عايزين نرص هنفهم مع بعض ايه رايكم في المنظر ده شايفين الكرامبس اللي موجوده الدرمس ما هيش واحدة باند ده مفيش باند هنا خلاص هي كده نقدر نقول في فاسكولر واللي اللي يبقى يتميز ان هو يجي فوق وتحت كمان يعني لو بصيت فوق كده على المستوى فوق هتلاقي بيري فاسكولر وبيري ادينكسل الفلامات الانفستد ونازل معاك تحت كمان اهو. طيب يبقى بالعين المجرده وعلى المستوى الباور ده اقدر اقول والله انا احتمال يبقى عندي انترفيس للماتيتس لان عندي فاسكولر اركليشن يمكن واضح باللو باور شويه وعندي كمان انفلاماتوري انفكتد فوق وعندي سوبرفيشال زي ما قلنا وعندنا ديب والميوسن برضه العينه خبيره جدا بالاتش اند اي مش سبيشالستين بالاتش اند اي بيشوفها يقول لك ده غالبا في ميوسن في بوزيشن عايز يتاكد يعمل بقى الاتش بلو او يعمل سبيشالستين. طب لو قربنا الباور شويه بالمنظر ده بص كده معايا ده البيسمنت ممبرين هنا الراجل بقى فين اللي انا ماشي عليه يعني البيسمنت ممبرين ده بقى تيكنت والفاكولار بركليشن واضح جدا والانفلاماتوري انفلتريت موجود بس مش دنس لايك ابند اتس نوت ابند خلاص. طيب الديسكراتوبيك سيلز ممكن نشوفها في بعض الفيلد ممكن نشوفها تحت زي ما قلنا ونشوفها فوق. طب بص كده لو قربنا شويه شايف الاجزاء دي اللي هي واخده بلويش تنش ذا ميوسن ذا بوزيشن من اتش اند اي مش سبيشال ستيت. يبقى انت كل الحاجات دي عملت لها كلينشنج كده بالميكروسكوب ببساطه كبسول وده اللي هو الثيكند بيزمنت ممبرين لو عملت عليه فوكس او هاي. طيب علشان نحلف بالله بقى احنا الاتش ان دي بيساعدنا جدا لكن لازم دايركت اميونوفلوريسيس علشان توثق حاله يعني علشان توثق حاله وترفعها في جورنال وتقول بقى ده ان دي لازم اميونوفلوريسيس لان كل اللي فات ده ممكن برضه حالات لايكن تخدعك وتبقى شبه ده الى حد ما يعني. الميوفلورسنس هتشوف في ايه؟ لو افترضنا ان ده الابيدرمس وده الدرمس هتلاقي الدند واضح قوي في الدم والابيدرمال جنب واضحه جدا اللي هو الجزء ده خلاص؟ فكده خلاص يبقى بالدايركت الميوفلورسنس it is a case of the الهيستوباثولوجي يعني تعمقنا فيه لانه بيتهيألي هو يعتبر من اهم الحاجات في الدوكس يعني لو ما طلعناش يعني لو طلعت بالهيستوباثولوجي ده انا كسبت كتير خلاص. وتحت الميكروسكوب زي ما قلنا ما عندناش حاجه اسمها سيستميك ان اي ما عندناش حاجه اسمها ديسكويد ما عندناش حاجه اسمها سب اكيوت تحت الميكروسكوب كله ال اي خلاص. يعني التشخيص بيقول لك انت كيس اوف لوبس ريتيناتوزس مشيها بقى كلينيكال سيرولوجي زي ما انت عايز هنعالج ازاي نعم في ال اتش ان دي اي لو هتعمل اتش ان دي اي خدها من الكلينيكال سسبشن سايت لكن لو هتعمل ديرمو اللي هو الدايركت ايمونوفلوريسنس لازم تبقى ايرلي خلاص ايرلي وممكن كمان يعني تاخد جزء من الاصابه جزء من الجلد المحيط بالاصابه يعني تاخد البانش كده على الحافه شويه ده لو هتعمل دايركت ايمونوفلوريسنس هتعمل اتش ان دي اي شوف الحته الكلينيكال اللي انت بتسسبكت اللي فيها الاريثيما اللي فيها السكيلز اوعى تشيل السكيلز قبل ما تاخد العينه يعني في ناس بتجيبوا كحوله وسيبرته كده ويقول لك انا بشيل خدها بالسكيلز علشان ده هيجي معاك في التصرف
هنعالج ازاي بقى؟ احنا بنرجع تاني للديسكويد اللي بقى خلاص، يعني احنا اتكلمنا على الباثولوجي و هنعالج حاله الديسكويد دي. فيرست لاين لازم سان بروبرز، لان احنا قلنا من البري ديسبوزنج فاكتورز هو اليو في، فهتحط سان بروبرز سواء فيزيكال كيميكال خلاص، توبيكال بوتنت سترويد او الترا بوتنت كمان. يعني انت هنا مش هتحط بقى توبيكال سترويد ميد بوتنت او ويك، لازم الترا بوتنت. الاي ال اس انترانيشنال سترويد احكي. طيب والكالسيوم جرين انهبيتورز مكتوبه زي الترولكس او التاكرولكس. السكند لاين هتحتاجه لو لقيت العمليه مش بتريسبونس معاك، هتحتاجه في الديسيمينيت. يعني انا من وجهه نظري لو لقيت حاله ديسيمينيت كلينيكالي ابتدي بالسكند لاين على طول. ليه؟ لان التوبيكال مش هينفع معاك. سكند لاين هنا انتي ملاريال كلوروكوين هيدروكسي كلوروكوين ايبرلاين. سؤال عشان نصحصح، حكم الناس هتنام، الناس هتنام تصحى ايه؟ تصحى توصلك ايه؟ ما حدش بقى. هو انهي امنهم من الثلاثة دول على الاي؟ انهي امن واحد؟ ايباكرين. ما ثبتش في الليترتشر انه بيعمل ريتينوباثي، ما ثبتش. فامنهم على العين الايباكرين، لو مش موجود في مصر. طيب لو من دول، لو خلينا في دول يبقى الهيدروكسي كلوروكوين خلاص. طب قول يا يحيى جرعه الكلوروكين دي كام وموجود في السوق اسمه ايه؟ انت راجل نائب بتكتب 2400. لا انا عايز الجرعه في البي جي يا عم. الجرعه كام؟ استنى يا عم. 3.6 لا 3.5 ملي جرام بير كي جي بين قوسين بالايديال بودي ويت. يعني لو جه عيان تلتين زي حالاتي كده مليان مش هتوزني وتضرب لي، لا ده انت هتموتني جدا. هتضربني الايديال بودي ويت على حسب طول، يعني اطلع 60 70 هتضربني في 60 70 3.5 في 60 70 خلاص. لو انا اصغر شويه على حسب العمر بتاعي وعلى حسب طولي هتضرب بالايديال بودي ويت خلاص. مفهومه الحكايه دي؟ طيب الثاني ده الهيدروكس هو اسمه ايه في السوق الاول؟ لا لا الاليكسوفين اللي هو اصلا ما عادش موجود عشان الرفين خلاص، اللي هو الكلورو. الهيدروكسي كلوروكين ده اللي هو كلنا عارفينه اللي هو اسمه ايه؟ ايه؟ بلاكينيل المرسوم عليه ركبه ده، وده جرعته كام؟ 6.5 مللي جرام بير كي جي برضه بالايديال بودي ويت خلاص؟ الكلام القديم قال لك انت تعمل فاندس اكزامينيشن قالوا 6 شهور، قالوا كل 3 شهور. انا لما اطلعت على الامريكان اكاديمي الجايد لاينز الجديده اتخطيت، قال لك انت هتاخد هيستوري من العيان لو ما لقيتش اي هيستوري لاي اي ديس اوردرز ادهوله سيف اب تو 5 ييرز. ده الكلام اللي انا قريته دي، وبعمل له بقى فندس اكزامينيشن انيوالي كل سنه. لكن لو عنده اي هيستوري لاي اي ديسيز ابليكيت شورت سايت، عنده مش عارف ايه كاتاركت، عنده فاميلي هيستوري للكاتاركت، عنده اي حاجه، لا اعمل له الاول بيزيكلي وبعدين قيمه كل 3 شهور. ده الكلام الجديد اللي انا قريته اللي انا مش همشي عليه، بس الكلام ده الجديد. يعني الانسان لاين احنا ممكن نرجع للاسيتيك الميزوفيكسين السريدومايد. السريدومايد على فكره بدا يرجع بقوه في الجلديه، ومن ضمن الانديكيشنز بتاعته الديسيمينيتد فورم اللي هي اسيستنت ثيرابي. وممكن ندي كمان الاي في اي جي، بتطلع كل شويه دي الاي في اي جي بيقعدوا يسالوا فيها، يقول لك ايه الانديكيشنز اوف اي في اي جي ان الدرماتولوجي، فممكن تحط له ده السيميليتد ريسيستنت ديسكويد اللي